الكرام، أهلا وسهلا بهذا اللايف وهذا البث المباشر. نتابع معكم التفاصيل الأولى للقبض على الشيخ صلاح الدين التيجاني. قبل عدة دقائق من الآن تم القبض على صلاح الدين التيجاني، الشيخ صلاح الدين التيجاني في قبضة الأمن الآن، ونتابع مع حضراتكم التفاصيل الأولى لطبعا القبض عليه. على خلفية التحرش أو على خلفية يعني طلبوا لي صورة من إحدى الفتيات وفتاة روسية، تم القبض على الشيخ عبد صلاح التيجاني في مقر إقامته في منطقة إمبابة. نتابع مع حضراتكم التفاصيل، كما أيضا ننقل بصوت وصورة التفاصيل الأولى للقبض عليه، ونقول مع حضراتكم عن هذا القبض الكثير. وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات بطبعا اتهام أحد الأشخاص، ومدعية كونه يعني أنه هو قام بالتحرش بها. التيجانية طبعا كان اسمه صلاح التيجاني، وطبعا تحرش بها وإرساله صور خادشة للحياة لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن. بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته، وقد تبين المذكور غير منتمي للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسؤول الطريقة خلال بيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجال عرض الطرفين على النيابة العامة. وألقت أجهزة الأمن بالجيزة اليوم القبض على الشيخ صلاح الدين التيجاني على خلفية اتهام فتاة له بالتحرش بها في، وإن شاء الله يعرضوا غدا باكرا على النيابة العامة، يعني على النيابة العامة. طبعا كلنا عارفين يا جماعة الشيخ صلاح التيجاني اللي كانت احدى الفتيات قد اتهمته بالتحرش بها، وطلب يعني طلب من احد الفتيات يعني ان هو ارساله لها لصورة خادشة للحياة، وتم طبعا عمل اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجري طبعا هو عمل محضر فيهم وهي كمان يعني ما بلغتش، هيتم عرض الطرفين على النيابة العامة صباح غدا إن شاء الله.